حابة كما ذكر أبو زرعة دمشق الخطيب، كما ذكر عنه الخطيب، كما ذكر أبو زرعة في مراه الخطيب، على 14,000 صحابي. عدد المنافقين كما ثبت في الصحيح 12 منافق فقط. هذا اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اي هذا الذي علمهم حذيفه، كما قال منهم 12 منافقا. 12 منافق نزل الله جل وعلا فيه من الايات الشيء الكثير. وياتي عمر مبشر في الجنه وفي خديه خطين اسودين من البكاء من خشيه الله، وقد غفر الله او عفوا قد بشره النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه كما جاء في الصحيحين، وان كان حديث العشره مبشره في الجنه رواه الامام الترمذي. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة ويأتي لحذيفة يستحلفه، هل عده النبي من المنافقين ولا ما عده؟ قل أنا أسمعها يختبئ خلف الحائط يقول بخن بخ يا عمر، والله لا يعذبن، لا يغفرن الله لك ولا يعذبنك. الله المستعان. ما في أحد كثير، سبحان الله العظيم. الإنسان يا إخوان هذه طبعا قبل أنا هذه بس مشاركة بسيطة، للأسف كثير من المستقيمين اليوم كأن بينه وبين الله جل وعلا عهد وميثاق في الثبات. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يقول يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، مو بس يتنازل عن شيء من اللحية ولا شيء من الثوب، لا، في الصباح مع طبور الموحدين تغرب الشمس يدخل في طبور أهل الكفر وأهل النار، وفي المساء سبحان الله العظيم من أهل النار، وفي الصباح ما أن تخرج الشمس إلا يدخل التوحيد في قلبه. يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول أنس بن مالك وعلق على الحديث، والله رأينا من باع دينه بدرهم، درهم فقط. فنسأل الله السلام. وذاك ابن القيم رحمه الله في مقدمة المدارج يقول بعض الناس يقول لماذا أدعو الله بالثبات وقد بالهداية وقد هدان. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول حديث أبي ذر عن الله جل وعلا يعبد كلكم ضال إلا من هديته. يقول ابن القيم الهداية تشمل ثلاث معاني. أول شيء معرفة الحق، كلنا يعرف أن السواك سنة وأنه ورد في فضائل السواك ما الله جل وعلا بعليم. الأمر الثاني العمل بهذا الحق، ما كل يعمل بالحق، تجد الصف فيه 25 رجل ما يتسوق إلا اثنين، وكلهم يعرفون أن النبي أرشد ودلل وحث ورغف في السواك. ثم يقول ابن القيم وكذلك من معاني الهداية الثبات على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك، الحديث إلى آخره الذي رواه مسلم حديث علي، قال اهديني لما اختلف، قال النووي اهديني يعني ثبتني. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الله جل وعلا في كل صلاة يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة 25 مرة، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ حسان في التحفة العراقية وكم من رجل يستعيد بالله من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين في اليوم والليلة 25 مرة وهو من المغضوب عليهم وهو من الضالين. ليش يا أخوان؟ سبحان الله، لأن بعض الناس يتكل على نفسه وينسى الله، وهذا علامة خذلان من الله جل الله. لما يكلك إلى قلبك وإلى عملك وإلى حالك وإلى نفسك وإلى ديانتك وتنسى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. الله جل وعلا من الذي حبب لك الدين؟ هو الله ولا أنت؟ الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك من الراشدين، فضلا من الله ونعمة، ليس فضل منك ولا نعمة منك ولا كرم منك ولا جود منك، إنما هو الفضل المحض من الله جل وعلا. آزر كافر يخرج الله من صلب إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والد النبي والدة النبي عليهما الصلاة عليه الصلاة والسلام يخرج الله جل وعلا من صلبه ومن رحم أمه، كافرين يخرج الله بهما جل وعلا إمام من أئمة التوحيد وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان سبحان الله يا أخوان يحمد الله جل وعلا على نعمه، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا العمر إنما هو هبة ونعمة ومنحة من الله. والله يا أخوان كرم من الله جل وعلا أن الله يأتي بك لهذا المكان لتطيع الله جل وعلا في من عصى الله، غيرك يضرب الغنى، غيرك يغازل الفتيات، غيرك يبحث عن معصية الله، وأنت أتي لهذا المكان لتطيع الله في من عصى الله جل وعلا. هل بينك وبين الله من نعمة؟ هل بينك وبين الله عهد وميثاق؟ إنما هو الكرم والجود واللطف والرحمة من الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذا كان الإنسان يقبل على الله جل وعلا بقلبه، يقبل على الله جل وعلا بجوارح، يقبل على الله جل وعلا بسجوده، يقبل على الله جل وعلا بلسانه، يقبل على الله جل وعلا ببصره، يقبل على الله جل وعلا بسمعه، إنما هو عبد اصطفاه الله لطاعة الله حتى يكرمه الله في دار كرامته سبحانه وبحمده. الله جل وعلا من الذي أتى بهذا الدين ومن الذي اصطفى هذا الدين؟ والله يا أخوان هذا الدين ما وصل إلا على أعناق التعب وأكتف الرجال، أولئك أصحاب الهمم العلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه حتى يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله وأن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل تتوقع أن الناس استقبلت؟ أخرجت السفهاء والأطفال حتى يرمون حجة حتى يرمونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى روى البزار بإسناده أنه ما رفع النبي قدم ولا وضع الأخرى إلا أصبح الحجارة إلا أصبح الأطفال يرمونه بالحجارة مع عقابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتيه جبريل الذي وكله الله بيده ملكوت السماوات والأراضين سبحانه وبحمده، ثم يقول هل أطبق عليهم الأخشبين؟ شوف النبي ما يفكر في من دعاه، يفكر
يصير في صلب من سيخرج ممن دعا. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا هي همم الداعية. الله جل وعلا قال وأتيناهم من لدنا رحمة وعلما. الرحمة والعلم والتقوى والخشية والتعظيم والرجاء والغيرة، من غير رحمة ترى ما تنفع في الناس ولا تؤثر في الناس. الناس أيها الأحبة تريد رجل يعرف أن هذه منحة من الله، أن هذه نعمة من الله يوم أن اصطفاك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء وصحح البخاري بعض طرقه، يقول وإن النملة في جحرها والحيتان في بحرها لا تصلي على معلم الناس الخير. مو بل يذكرك أهل أبها، يذكرك حوت تجده في المحيط الهادي يدعو الله لك، ويذكرك نملة تجدها في أدغال أفريقيا تسأل الله جل وعلا أن يغفر الله لك وأن يتجاوز عنك. ليش؟ لأن لسانك أصبح يدل على الله الذي خلقه الله وأوجده جل في عليائه. فهذه نعم وكرم وجود ولطف ورحمة ومنحة وهبة من الله، ليس لك فيها فضل ولا جود ولا أي ميثاق إلا رحمة الله التي تنزلت عليك واصطفاك الله واختارك جل الله. حابة كما ذكر بزرع دمشق.